أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ببركة حضرة سيدنا مولانا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. معنا اليوم الفقير سيدي محمد من ترودانت الذي كان يشتغل في الوظيفة العمومية وهو الآن متقاعد. مرحبا بكم سيدي محمد. لو تحدثنا سيدي عن كيف تعرفتم عن الطريقة الكركري؟ بالنسبة للتصوف هو تعرفنا عليه أكاديميا من الأول في الكتب، الإمام الغزالي والسهروردي كانوا أمهات ديال الكتب، تعرفوك بالطريق، عرفوك طريقة المجاهدة، كيفاش تجاهد نفسك، كيفاش تصوم، كيفاش تصلي، كيفاش تحاول تثبت العلاقة ديالك مع مولاك. وأحبيت لقيت ذاك الصدق ديالهم، ماشي بحال المسألة الشرعية الناشفة جافة، كان شوية ديال المسائل راقية، التصوف ديما راقي وذوقي وجذبني. وبقيت هكاك ندار مع راسي ونصوم ونحاول نذكر، تحس بهذاك القرب ديال الله سبحانه وتعالى، تحس بالمناجاة، تحس بالحلاوة ديال الذكر. شوية مع الإنسان بوحده تغلبوا الشيطان تاني ويطيح تاني الشباب. طيح تاني شوية وتمشي تاني واحدة وتحاول تاني ديك الحلاوة ديما في الفم، ديما الحلاوة اللي ذقتيها سبحان الله العظيم لا بد من ايوا، تتعاود تاني الدار تاني وتوقف تاني وتنوض وتصوم وتقوم الليل والدار وتعافر وما كاينش المعين. الاب ديالي كان في التعليم وكان متفهم وعارف وتعرف، شاف الفكر ديالي ولا صوفي، كان تيقول لي مسكين خاصك شي شيخ. ايوا تتوفى، ما كون كان باقي كان معايا نيت هنا في الطريق مسكين تو، ولكن الحمد لله الله يرحمه ويوسع عليه. ايوا بعد الوفاه ديالو كنت جالس في السطح ديال المنزل، قلت نقلب في جوجل على كاين شي طريقه حديثه، الا كاين طرق معاصره اللي غادي تقدر شي فيها شي شيخ اللي غادي ياخذ بيدي، لان الانسان بوحده ديما الشيطان تيغلب، انما ياكله الذئب من الغنم القاصيه. ايوا الحمد لله درت، دخلت للتصوف ديال جوجل، درت طرق معاصره ديال التصوف الحديث السني بهذا الشكل، عطاني صيفني اليوتيوب، عطاني واحد الفيديو ديال واحد الفقير من فرنسا، تونسي من فرنسا. ايوا شفت انا داك الفيديو سبحان الله العظيم، تيبان الصدق في هذاك، ومتاثر، وكان شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف، قلت الوجه ديال هذاك السيد ماشي ديال الكذوب، وهذيك الطريقه باش يهضر وهذيك التاثر، كاينه شي حاجه تما، ماشي ماشي شي حاجه ناشفه ولا شي كذوب. الوغ دخلت قلبت لتحت لقيت الموقع ديال لاباج ديال الطريقه الكركريه، نشوفوا سيدي نحاولوا. دخلت سيدي رجعت لجوجل ودرت الطريقه الكركريه، خرج لي سبحان الله العظيم الصوره ديال الشيخ الفوق بعد اولا، ماشي صوره انسان كذاب سبحان الله العظيم، غير شوف ديالو كتجلد. من انا عندي هذه المساله الاحساس بالانسانيه ديما، الانسان تنعرفه شويه من الاول ديالي، كنت نقرا بزاف في الفيلوزوفي فداك الشيء ديال علم النفس وداك الشيء، وتكونت عندي ديك المساله ديال ومن عند الله، نيت شويه تنعرف الانسان تنحس به. والصوره ديال سيد الشيخ تجلبني، تبين حتى الشباب ديال اهل البيت كاين، ماشي زعما كاين تما. فدخلت نزلت لاباج لتحت لقيت الاصول ديال الطريق، بقيت معاهم تنقرا اصل 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 أصول معقولة، لأن طريق الله واحدة، أصول ديال السادة التصوف عبر السنين هي تتخلع شوية قضية المرقعة ولا شي حاجة تقيلة شوية صعيبة، ولكن أنا بعدا نشوفوا المعقول نشوفوا شكاين في القلب. شفت اليسار ديال الموقع وأنا لقى قصيدة ديال سيدي الشيخ قدس الله سره، قصيدة ما عقلتش عليها، ولكن سبحان الله العظيم كي قريتها حسيت براسي في عالم اخر، لانها تحكي على مقامات، ومقامات ماشي اي واحد يقدر يقولها، باش يكون عند الانسان الجرأة باش يدعي دوك المقامات راه ماشي سهل، وما يقدرش يقولها الله سبحانه وتعالى، ما غاديش يلهبوا كاع بعدا باش يقولها الطريقه باش تقالوا. حسيت بها كاينه شي حقيقه تما فوق، يمكن داك الشيء جابوا لي الله، داك الشيء اللي كنت نطلب شحال هذه، استجاب الله الدعاء اخيرا. وفي المغرب كاين اكثر من هادشي، درتها كنت باقي عندي 10 ايام في الكونجي،
الشمال العروي الناظور. الناظور كنت فيه واحد المده، كنت زمان هنا نيت ديك الساعه كاين سيد الشيخ، ولكن ما عرفتوش عرفت واش كاين، كل كاين عرفت غادي ندوز عنده. ولكن المهم اتصلت ب كاينين ارقام ديال المقدرين ديال الطريقه، شي اربعه الارقام. اتصلت بالرقم الاول ما شدش ليا، الثاني شد ليا سيدي دريس رباطي مقدم استاذ ديال الفلسفه هنايا في الناظور. اتصلت به قلت ليه كاين كاين انا بغيت نعرف الطريقه وبغيت نشوف الشيخ وبغيتنا. قال لي ياه الا بغيتي تجي. قلت ليه انا راه عندي شويه الكونجي قريب. قال لي ولكن خصك تجي لهنا ما الا بغيتي تعرفو. قلت ليه هي الاولى ما بقات عندي 10 ايام ديال الكونجي غادي نستغل الفرصه. قال لي خصك دير واحد الاستخاره. قلت ليه ماشي مشكل غادي ندير استخاره، واخا انا غادي الاستخاره غير باش تركز باش يكون عندك اليقين ولا شي حاجه من شي حاجه ولا. وانا رفضت اليقين ديك الساعه راني ترفعت انا ما بقاش يبان لي الاستخاره لا والو. تعلمت من بلاصتي غادي نشوف كيفاش غادي نمشي. فعلا ما كما كانت يومين الا وانا كنت هنا وتابع معايا سيدي ادريس الرباطي الله يجازيه بخير المراحل ديال الطريق تنتصل فيه زينا. والحمد لله 6 ايام تدوزنيت من العروي، نزلت في العروي مع 11 الليل عطاوني صيفط لي سيدي ادريس سيدي الحاج محمد فقير نيت في الطريقه وصلني حتى الزاويه. الزاويه كانت هذاك النهار الاربعاء كان عندهم مجمع، كان النهار تيكونوا في المجمع، كان الزاويه الله فيها مقدم وكان واحد الفقير من مراكش. ايوا طلعت تهلاو فيا كرموني عطوني توضيت صليت عطوني بلاصه فين نعس. وانا نهار ديال الطريق 24 ساعه ديال الطريق عيان نعست. فقت في الليل في الوقيته فاش تنقوموا شويه للصلاه تنقرب الفجر. ولقيت الفقراء جاو من هما فايقين وشي تيذكر شي تيصلي. كان احساس جميل انت وسط الناس اللي بغيتي. وحتى سبحان الله عادي من النوم في الطريقه واخا باقي كاع ما شفت الشيخ كان حسيت بشي تغيير ماشي نكذبش عليك. حسيت كان شي مسائل مخلقه لي راسي شويه ما صبحوش معايا. صبح الانسان مرتاح وسط الفقراء والذكر الحمد لله. الانسان يقول الانسان الطريق ديال الله تتبغي المعين، تبغي الانسان يكون في بيئه، الا ما كنتيش في البيئه تتكون بوحدك صعيبه تقدرش تستمر بزاف، تتكون تستمر واحد شويه تتعيا وتركض ويديك الشيطان ثاني شويه وتعاود تغلب وغادي على الوقت هذيك. ايوا الحمد لله. والصباح ذكرنا حضرت معاهم الورد، كان ورد مبروك سبحان الله العظيم. ديكر شي حاجه وجماعة عنده تأثير اخر، عنده حلاوه اخرى كاع داكشي اللي كان الانسان ما لقاش. سبحان الله العظيم. ايوا الغد ان شاء الله الحمد لله جلستنا الشيخ بداك الجلال ديالو بداك الوقار ديالو ديك سبحان الله العظيم. السنه غاديه سمعتي الريحه ديال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتشمى ماشي. ايوا صلى بينا سبحان الله العظيم دخل قلبي بزاف من الاول. ومن بعد العصر صلى بينا العصر وجلسنا لواحد المذكره. حسيت براسي غادي تنكحت. قال لي سيدي عبد السلام قال لي شفت انت ما حدش الشيخ تيهضر انت تتفرت. قلت له راه كاينه شي حاجه تما. لا كلام راقي بزاف ماشي كلام جاي من عند الله سبحانه وتعالى، علم لا دوني ماشي غادي تكتبها ولا قواعد نحويه ولا دوز هنا دير تصوف غسل يديك توضا تقوم. كانت شي حاجه ديال القلب سبحان الله وتعالى سبحان الله. و ارتحت في الطريقه مزيان الحمد لله. ان شاء الله سيدي محمد. نعم. يعني هذا كان سنه 2018. نعم سيدي. ثم من بعد هذيك الزياره. نعم. عدتم هذه السنه؟ لا زدت جيت في 2019. نعم. في العيد المولد في الاحتفال ديال المولد. نعم. في الاحتفال ديال المولد في 2000 جيت واحد ثلاثه السيمانات كانت باقا عندي في الكونجينا. الكونجي ديالي دوزته انا وصافي هو اللي كان عندي. ايوا كانت مبروكه سبحان الله العظيم وكانت مشاعر اخرى راقيه وذاك تحس بالحضور ديال مول الذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلب حنين وقلب رقيق والدموع قريبه والضيافه ديال سيدي الشيخ كانت فوق المستوى والكرم ديالو فوق المستوى. وحتى كيفاش تيعاملك سبحان الله العظيم بهذاك الحنان ديالو بهذيك الرحمه ديالو سبحان الله العظيم. والملاقاه ديال كانوا الاجناس كلها تقريبا هنا اوروبا امريكا استراليا كل شيء كان هنا الحمد لله. العرب خوتنا من جميع الاقطار العربيه واحد المحبه واحد
داك الشخص الانسان يحضر فيه باش يعبر عليه، ما تقدرش تعبر عليه. ملي تبغي تهضر فيه تحس براسك كنك والحمد لله دوزنا هذيك المرحله معهم قوم تحابوا بنور الله. وثم سيدي يعني من بعد هذيك الزياره، الزياره الثانيه هذه هي زيارتكم الثالثه الزاويه الكركريه. نعم. كيف كان؟ نعم هو 2018 كانت 2020 21 كانت الوباء ديال كورونا، ما كانش يمكن التنقلات بزاف. ايوا حتى لهاد السنه شديت التقاعد في شهر 9 نهار 9 9 ما كملش الشهر حتى كنت هنا كنت نتسنى فارغ الصبر. ايوا مازال نهار الاول في الربيع الاول كنت هنا تقريبا 26 في شهر 9 هذيك المده يلاه وجدت فيها راسي بغيت نحضر ثاني العيد عيد المولد النبوي لان كانت تجربه في 2019 كانت راقيه بزاف كان ذاك اللقاء وديك المحبه محتاج بها. وسيدنا الشيخ ما عمرو فارقني حتى من اللي مشيت من دوير حتى انا كنت نشوفه قدامي في الصلاه كان بحال تيصلي بيا وحتى الصوت ديالي كنسمع الصوت ديالو في الصلاه في الاول. ايوا الحمد لله حتى الانسان تيتبدل شي من بعد البيعه اول ذاك النور هو ماشي مساله نور قول غادي نشوف نور وصافي راه الميتابوليزم ديال الانسان كامل تيتبدل راه انت كلك تتبدل تولي عندك خشوع تولي عندك واحد المحبة للناس واحد كيفاش تتعذر الناس ما تبقاش تتقبل العيوب ديالهم كيفاش انت راه ماشي تتولي لا سبحان الله العظيم ما ملي تبغي تهضر في هذه المسائل انا مسائل داخلية عميقة ما عرفتش كيفاش نعبر لكم عليها ولكن اللي عنده الرغبة في طريق الله يجي يجربوا غادي يعرف داك الشيء يشوفوا مباشرة. نعم ايه سبحان الله العظيم ما تحضرش كل شيء في قدامي دابا ولكن نعم الحمد لله. كنت حدثني انه انت عندما يعني عزمت ان تاخذ الطريق اصلا لم تكن تعلم ان نور هناك مشاهده نور الله سبحانه عز وجل عند سيدي الشيخ فقط برؤيتك لصوره سيدي الشيخ والقصيده اللي قريت لي ديال المقامات ماشي مقامات ديال ماشي اي واحد يقدر يقولها انسان تمكن انسان وصل مقامات عاليه إلا جيت تكذب وتقول هذيك هذه قسمك الله سبحانه وتعالى اللي يخليكش في الوجود باش انت تجرأ وتقول داك الشيء على الله ولا باش حتى باش تعبر على هذاك الشيء ما يمكنش انا دابا ما شاء الله الحمد لله والله استجاب وبغى لنا الخير وجينا هنا الله يجعل هذا الخير ينتشر في الامه كامله الحمد لله. والان سيدي انتم قضيتم مده في الزاويه كيف كانت الزاويه في هذه المده التي الزاويه الزاويه جنه فوق الارض جنه جزيره جنه هذه الى خرجتي منها ما قدرش انا نمشي شحال هذه وانا باغي عندي مشاكل ديال في الاداريه وعندي باقي ما تسوات لي الوضعيه ديال التقاعد باقي ما تنتخلص ولكن ما قدرش باش نمشي تاني نباشر مسائل ديالي منين نزلت هنا تخرج من الجنه كاين شي واحد تيخرج من الجنه ما يمكنش المحبه اللي كاينه هنا بين الفقراء ولا خوتنا ما بقاش نسيت انا ولادي نسيت المراه نسيت الام ديالي نسيت كل شيء تيقول لي اش غادي تنقول لهم ان شاء الله من بعد واخا واحد شويه 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 والحمد لله وكرمني الشيخ كرمني دخلني للخلوه ما شاء الله والله الخلوه حاجه فوق المستوى ديال العقل والخلوه هي كما تبان من الاسم ديالها هي مكان تختلي فيه بالله سبحانه وتعالى تدخل من تدخل متوضي بنيه الصيام وبنيه الذكر وفيها مجهزه فيها بلاصه الوضوء فيها فين تجلس فيها فين ترتاح في وقت الراحه وتجلس وتذكر الاسم المفرد بالاذن ديال سيدنا الشيخ قدس الله سره تعطيك الاذن باش تذكر الاسم ما تقدرش تذكر غير هكاك لان مساله تحتاج الاذن وخلال ذاك الاذن خلال ذاك الذكر وذاك الظلام كتكون جالس متوجه للقبله وتذكر الاسم المفرد فتتكون تجليات الله سبحانه وتعالى تكرمك تشوف الاسم ديالو مكتوب في شي طرق جميله يمكن نقولوا بلا انسان تحت عرجتها في السماء هذه واخا غادي تجي شويه صعيبه باش تدخلها وانما هي داك الشيء اللي كاين لانك تتوصل للكرسي وتتوصل للعرش وتتشوف الانوار وتتشوف مسائل وحلاوه وقرب من الله سبحانه وتعالى تتأكد بأن ما كاين الله سبحانه وتعالى في الوجود تزيد الإيمان ديالك قوة ومن بعد تعطيك الله تعطيك سيدنا الشيخ السر الأول ديال الاسم فتكون سبحان الله العظيم تتعيش حالة وجدانية كبيرة أنت تعرف ذاك السر مع ديك التجليات
هما تيزيدو يوكدو لك سيدنا الشيخ تيبينو لك تيزيد يوضح لك وتيقرب لك المسألة. وفي في الأخير الناس اللي عرفوني راه ما تعرفوني تعرفوني معقول تعرفوني ما غاديش نقول شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. الناس راه تيعرفو المستوى ديالي وتيعرفو الصدق ديالي. هذوك بعد أول ما كرهتش فيهم، ولكن اللي عنده القابلية واللي باغي اللي باغي يعرف الله سبحانه وتعالى، لأن طريقة الله سبحانه وتعالى ماشي أي واحد يشتها، ولكن اللي يحس في راسه الرغبة والقدرة باش يتقرب الله سبحانه وتعالى فاش يجي هنا الطريقة زعما سيدنا الشيخ غادي يلقى فوق الكرم وفوق الرحمة وفوق الولاية سبحانه العظيم، غادي تاخذه غادي يوريه وغادي من بالرحمة ديال سيدنا الشيخ تعطيك معرفة من النهار الأول، في الناس تتبايع وتتحس بالتغيير، تبدا تاخد في ذاك اللمحة، هذيك اللمحة ديال النور تيحطها في القلب ديالك، غادي تعرف بأنك غادي تكون خترقتي 40 عام ولا 20 عام في الطرق الصوفية القديمة باش توصل لواحد شوية، غادي توصل ليها في واحد النهار، وهذه رحمة، هذه رحمة ديال هذا الزمان، لأن رحمنا الله ورحمنا سيدنا الشيخ تيعرف بأن الناس مزروبين دابا ما بقاوش عندهم ديك القدرة باش يجاهد ويتظاهر مع الوقت ويقوم تعطيك ديك اللمحة هي تتعاونك، هي تتمشى تسري بك، هي تكون بوراق ديالك المعرفة والقرب ديال سبحانه وتعالى، وتعيش المناجاة وتعيش تغير كلك حياتك. والناس اللي ما تعرفونيش اللي تقلب على الحقيقة فهي أنا قريب عليكم هنا في العلوي بالنسبة للمغرب. الناس يجوا من استراليا، يجوا من امريكا، يجوا من اقاصي الارض، تلقينا مثلا الناس ديال فيتنام والناس ديال الصين وهما ولا تيجوا هنا، وماشي اي مستويات، لكن ها مستويات عاليه يعني. هذا تحشم كاع انت وما تعرفوش كاع واش عنده ذاك المستوى، بحالو بحال كلاوس موقع حتى هو تيذكر معاك، تيدخل يسد معاك، يدخل معاك المرحلة، ياكل معاك في الطبله، ولكن كاين ها الاساتذه والدكاتره وفي جميع التخصصات، لا في الشريعة لا في الحديث لا في الطب لا في الرياضيات لا في الفلسفة، وهذا الشيء ما يمكنش يتجمع غير هكاك، راه ماشي هاد الناس كلشي جوج المليون ولا شناهي ديال سميتو، والناس اللي بعاد راه سبحان الله العظيم راه سيدنا الشيخ راه يسر كاين راه تعطيهم واحد الورد ديال 40 يوم، ومن بعد ديك 40 يوم إلا شافوا راسهم قادرين ومستمرين وعندهم القابلية راه تعطيهم البيعة غير من عبر الواتساب. وتعيشوا نفس سميتو يدخل لهم طبعا نور قلوبهم تيشوفوه وتعرفوا الحقيقة. وفي الأخير نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله يجزي عنا سيدنا الشيخ، الله يجزي على كرمه وعلى المعرفة اللي حققنا بها، وهذا القرب اللي قربنا الله سبحانه وتعالى وكان السبب ديالنا باش نعرفوا الله سبحانه وتعالى. والله يدوم علينا والله يثبتنا في الطريقة، الله يثبتنا في الطريقة. عفوا اخوتي بان هذه الطريقة الحقيقية، لان اللي كان قريب هنا وفاتوا الطريقة راه فاتوا الخير كله. يعاود يحاول يراجع راسو، راه ماشي تخلف كاع الخير كله حداك وباش تسمح فيه. الانسان يري أنا الدنيا راه ماشي دايما، ما غاديش تدوم في الدنيا، وهاد المال دات كلها راه والو كلها فانا، ما كاين والو، واش تاكل الخبز تاكل غادي خارج تبع هنايا تبع هادي زواق هادي لباس، واش حنا حدو شحال غادي يعيش الانسان؟ 50 60 عام 70 100 عام 120 عام 130، واش اخير اش كاين؟ كاين الله سبحانه وتعالى، ترجع غادي يرجع الله سبحانه وتعالى، فالانسان يحاول يعتق راسو خوتي. انا الحمد لله الله نجاني الساعة، الله يثبتنا، الانسان باقي في الدنيا باقي ما خرج منهاش باقي، ولكن الله يثبتنا بعد بالوجود ديال سيدنا الشيخ قدس الله سره، احنا تنقاومو وحنا تنحسب راسنا محفوظين من نهار دخل الطريقة، ما نكذبش عليكم، راه كاع الكبائر ولا كاع سميتو الحمد لله نجانا الله منها، كاع داكشي اللي كنا تنوضو منه ونعاود نطيحو فيه الحمد لله من نهار بيع سيدنا الشيخ، راه اللهم لك الحمد، لأن النور ديال الله سبحانه وتعالى هذا والحق هذا والشيء الولي ديال الزمن هذا خاتم الختوم هذا، راه ماشي شي حاجة بسيطة، ونهار تقرب ليه أي واحد جا هنا وغادي تقرب راه غادي يعرف الحقيقة كيما كاينة. وتنتمنى للجميع الخير، نتوما خوتي وكلشي البشرية كلها حنا خوت، ونتمنى لكم إلا ما بغيت الراس.
وفي الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله جزي عنا سيدنا الشيخ خير الجزاء، ما عندنا باش نجازيو حنا، ما عندناش العارف، واخا كاع ما عطيت جيب لي الدنيا كلها تحت، ما باغيش الدنيا، هو تيعطيك، هو تيقويك، تيوكلك، تيشربك، يجيب لك اللي يخدمك، شي فرش لك، شي يغسل لك المراحيض ديالك، شي غير خذ الكلام، هو تيدير الرساله ديالو، هو ما كرهش باش يمشي يتعزل هو ويعبد الله ويذكر الله بوحدو كاع، ما باغيش هو هادشي، ولكن هو تيدير الرساله ديالو. ف ما حد هذا الخير حدانا وما حدنا كاين هذا الخير، حاولوا نستغلوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.